المدرسة التي أرتادها خاصة بأبناء الطبقة العليا أو بالأغنياء على الأقل، وهي من المدارس التي إن لم يفسد الطالب فيها الأمر حقا تؤهله تلقائيا للمرحلة الدراسية التالية. جميع الطلبة أنيقو المظهر، متناسقو الأسنان، ومملون إلى أقصى الحدود، فبديهي ألا يكون لي بينهم أي أصدقاء. لقد أحطت نفسي بجدار لا أدعو أحدا إلى داخله، ولا أغامر بالخروج منه، ومن يمكن أن يحب شخصا مثلي؟ لذلك يراقبونني عن بعد، ربما يكرهونني أو حتى يخشونني، لكنني مرتاح لأنهم لا يزعجونني. فثمة مئات الأمور التي تشغلني، منها قضاء معظم أوقات فراغي في التهام الكتب في مكتبة المدرسة، ومع ذلك فإنني أنصت جيدا لما يقال في الصف، عملا بنصيحة الفتى المدعو كرو: إن المعلومات أو التقنيات التي يعلمونك إياها في الفصل لن تفيدك كثيرا في العالم الحقيقي. بصراحة المدرسون ليسوا سوى حفنة من المهرجين، لكن تذكر جيدا أنك ستهرب من المنزل، وقد لا تتاح لك فرصة الدراسة مرة أخرى، ولهذا شئت أم أبيت، وما دامت الفرصة سانحة لك، فمن الأفضل لك أن تستوعب أكبر قدر ممكن من المعلومات، فلتكن مثل ورقة النسخ التي تمتص كل شيء، وفيما بعد يمكنك أن تقرر ما الذي تريد الاحتفاظ به وما الذي تريد التخلص منه. عملت بنصيحته كما أفعل غالبا، حولت دماغي إلى إسفنجة تمتص كل ما يقال في الصف، مدركا معانيه ودامغا إياه في ذاكرتي، ولذلك نادرا ما اضطررت إلى الدرس خارج الصف، وغالبا ما كنت أحصل على أعلى العلامات. كانت عضلاتي تشتد كالفولاذ حتى وأنا أزداد هدوءا وانطوائية على نفسي. حاولت جاهدا ألا أظهر مشاعري لأحد، سواء زملاء أو مدرسين، حتى لا تكون لديهم أدنى فكرة عما أخطط له، فسرعان ما سأنطلق إلى عالم الكبار الخشن، وقد أدركت أنه علي أن أكون أقوى من أي شخص آخر إذا ما أردت النجاة في هذا العالم. عيناي في المرآة باردتان كعيني سحلية، تعبيرات وجهي جامدة لا تنم عن شيء. لا أتذكر متى كانت آخر مرة ضحكت فيها، أو حتى أظهرت بوادر ابتسامة لشخص آخر، أو حتى لي أنا نفسي. لا أزعم أنني قادر على الاحتفاظ بهذه الهيئة الهادئة المنعزلة طوال الوقت، فأحيانا يتهاوى الجدار الذي بنيته من حولي. لا يحدث هذا كثيرا، لكن أحيانا، وقبل أن أنتبه للأمر حتى أجد نفسي عاريا وعاجزا
ومرتبكا جدا. في مثل هذه الأوقات أشعر بنذير شؤم يناديني كبركة ماء مظلمة تحاصرني. على الأرجح أنها موجودة طوال الوقت مختبئة في مكان ما، لكن عندما يحين الوقت تندفع مياهها في صمت، تقشعر كل خلية في جسمك، تغرق في ذلك السيل الجارف محاولا التنفس، تحاول الوصول إلى منفذ ما عند سطح الماء، تكافح، لكن الهواء الذي تفلح في تنفسه جاف يلسع حنجرتك. ماء وعطش، برد وحرارة، أضداد تجتمع ضدك. العالم فضاء واسع، لكن الفضاء الذي سيحتويك والذي ليس بالضرورة أن يكون كبيرا جدا لا وجود له. تبحث عن صوت، فماذا تجد؟ الصمت. تبحث عن الصمت، فماذا تسمع؟ ليس إلا نذير الشؤم إياه يعيد نفسه مرارا، وأحيانا يضغط على زر سري في أعماق دماغك. قلبك نهر واسع بعد وابل من المطر، تفيض المياه على ضفتيه، تختفي علامات الطريق، يطمسها أو يجرفها السيل الجارف، ويستمر المطر بالهطول على النهر. في كل مرة ترى فيها فيضانا كهذا في نشرة الأخبار، تقول لنفسك: ها هو ذا، إنه قلبي. من العين دمع.